لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقدم لكم اليوم محاضرة جديدة للداعية الإسلامي السيد أحمد منصور بعنوان الرجل الذي اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وقصة توبة السفاح، وهل القاتل له توبة أم لا، مع المحاضرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب. صليت على حبيبي، الراجل ده عمل إيه؟ قتل 99 واحد، تربيته بفراخ 99 بني آدم. الغريب بقى أنه أراد أن يتوب. علشان كده لما تشوف واحد شرير زي حالاتي ما تقولش ده خلاص مفيش منه رجع. مهما كثر شرك ففيك خير كامل. لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر. صح؟ مش قالوا كده؟ الصحابية اللي كانت رايحة مهاجرة الحبشة وقابلهم عمر، قالت بس روحنا في داهية، عمر شافنا واحنا ماشيين. إلى أين يا أم فلان؟ قالت أرهقتمونا تركناها لكم. فقال لها صاحبكم الله. فلما جوزها رجع بتقول له ده أنا قابلت عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب في الوقت ده زي المجاهد. بقول قابلت عمر يعني أكبر عدو للإسلام في هذا الوقت. فقال لها: أتطمعين في إسلام عمر؟ قالت: نعم. لا والله، ده لو الحمار اللي في بيتهم أسلم عمر بعمر ما يسلم. علشان كده قد إحنا شفنا مين عمر. أنت شفت عمر بن الخطاب هو مين؟ عشان كده لا نيأس من أحد. رقم واحد. اثنين، بطل احكام على الناس. ده في جهنم وبئس المصير. مش عرفك، تعرفك هيموت على ايه؟ وقد اتفق اهل السنه الا يحكم لمعين بجنه ولا نار، فعلم ذلك عند الله. شاهد ان الراجل ده قتل 99 واحد ثم أراد أن يتوب فسأل عن عالم. لما تحب تسأل في مسألة اسأل عن عالم، ما تروحش لعمك الحاج اللي ما بيسيبش الجامع وما فتوش ولا فرض تسأله، لأن ليس كل إنسان صالح عنده علم، ولا كل واحد دقه طالب شوية يبقى عنده علم. إنما العلم عند العلماء، عند من طلب وتعلم. الشاهد الراجل ده سأل عن عالم، لكن للأسف دلوه على عالم، دلوه على واحد راجل صالح حلال محترم ما فتوش ولا فرق. قال له: روح اسأل الراجل ده. فذهب إليه وقال: قتلت 99 نفسا، أترى لي توبة؟ طبعا صحيح عهد لكنه جاهل، وأبشع صور الجهل أن يجهل الإنسان رحمة ربه. قال: لا، تقتل 99 واحد وجاي تتوب خطاها، يلا اتفضل مع السلامة. صحيح ده قال يعني أنت خلاص قفلتها، يعني إيه خربانة خربانة؟ طب تعالى بقى. فقتله فأتم به المئة. طبعا الاخراني الكتاب ب 100 ده اظن ده بلغت ال 99 اللي فاتوا، او يمكن ال 99 اللي قتلوا قبل كده كانوا بيخافوا عامل الناس بلطجيه مثلا يعني. انما ده راجل عامل صالح ومشهود له في الحديث انه عامل. والغريب يا اخي هذا الرجل قتله جهله. عشان كده بقول لك اوعى يلا على الفتية في دين الله بغير علم. ايه يعني يا اخي لما تتساءل وتقول ما اعرفش؟ والله ما هي وحشة كلمة ما اعرفش.
معرفش دي جميلة قوي. الإمام مالك جال واحد يسأله 50 سؤال. الراجل ده جاي منين؟ الراجل ده اجتمع أهل المغرب الأقصى، هو أهل الأندلس أسبانيا والبرتغال، وكان عندهم شوية مسائل مش عارفينهم، فاجتمعوا واستأجروا الراجل ده وجابوا له الجمل وأدوات السفر وقالوا له تطلع على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقى الإمام مالك وترسل إليه السلام من أهل المغرب الأقصى وقل له أنهم يسألونك هذه الأسئلة. الراجل طلع من أسبانيا عدى من جبل طارق نزل على المغرب، مش المغرب كلها، عدى الجزائر وتونس وليبيا ومصر وطلع على الشام فوق، وبعد كده نزل لغاية ما نزل الحجاز وراح على المدينة، قعد شهرين يشيلوا نهار ويحطوا ليل. وسأل الإمام مالك 50 سؤال، فقال الإمام في 36 منها لا أعلم. إيه؟ 36 مسألة قال لا أعلم. قال يا إمام وماذا نقول للناس؟ قال قل لهم سألت مالك فقال لي مالك لا أعلم. إيه المشكلة يعني؟ عيب يعني مش عيب يعني؟ مش عيب لما تنزل وتقول ما أعرفش؟ ده النهارده كله ما شاء الله بقى مفتي، تلاقي ما شاء الله شباب صغار وتجرؤون وتطاولون على العلماء ويطعنون فيهم ويفتون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها اهل بدر. تلاقي ما شاء الله كله بيفتي، ونفس الشخص اللي بيفتي ده تلاقيه ما عرفش على الفتح وانا لله وانا اليه راجعون. طيب الشاهد صحيح ده لو قتله جنبه راجل بعد ما عمل كده اراد ان يتوب ايضا. خلي بالك نوازع الخير داخل الانسان تؤنبه، علشان كده ابحث عن مواطن الخير فيك مهما كثرت الاعمال. عملت ايه يعني؟ الراجل ده بقول لك قتل 99 واحد، انت عملت ايه حضرتك عشان تقول انا خلاص مفيش منه رجا ما تحاولش هي خربانه خربانه؟ يا اخي لا تفعل هذا ولا تقول لنفسك، ولكن عليك فقط ان ترجع وتتوب وتنيب الى الله عز وجل وترفع يديك اليه وتستغفره مهما فعلت فبابه مفتوح لا يرد سائلا ابدا. راجل سال تاني فدلوه على حال مره دي بقى دلوا على واحد عالم فذهب إليه وقال إني قتلت 100 نفس فهل ترى لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل؟ قال الله عز وجل بيقول لمين؟ للكفرة. لمين؟ للكفرة. يقول لهم كده قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ده تاني مين؟ للكفار. هو في اسوه فرعون ومع ذلك ربنا بعت له 2 رسل ووصاهم عليه، قال لهم فقول له ايه؟ قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا سلام، ده مين ربنا بعد مين؟ لفرعون المجرم اللي قال انا ربكم الاعلى الذي نازع الله ربه بيده. نعم، لان الله رحيم سبحانه وتعالى ولا يغلق باب رحمته ابدا. لذلك العالم وصل لصاحبنا هذا المعنى، قال ومن يحول بينك وبين رحمه الله، ولكن اداله الرشد. العالم دائما يدلك على ما يصلحه. قال له ولكن ارضك ارض سوء. انت ينفع تتوب كل حاجه، ولكن المكان اللي انت قاعد فيه ده ما ينفعش تتوب فيه. ده انت قاعد وسط ناس سابوك تقتل 100 واحد وما فيش واحد فيهم قال لك اتقي الله.
قال ولكن أرضك أرض سوء. أي أرض أنت شفاها الكرات والفسق والخلاعة والبلطجية ولا الأدب؟ أي شارع تلاقي ما شاء الله العيال ماشيين على الناصية يبيعوا مخدرات، ها؟ وكبار الشارع ناس محترمين لا يأمرون ولا ينهون، قوم سوء. أي مكان تنتشر فيه المنكرات ولا يؤمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر فأهل هذا المكان أهل سوء. يا أخي كن إيجابي، ما تقولش وأنا مالي. إزاي وأنت مالك؟ ما هو ابنك ولا يشرب مخدرات برضه. بكره ابنك انت ولا يبقى ودك، ولكن كن ايجابي، مر بمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر، ولا ترى محرما ولا منكرا دون ان تنكره. انا ما بقولكش انا المشكله، ولكن بكلمه طيبه الموعظه حسنه، انما نرى المنكرات ولا نتكلم، والله لا خير فيه. هو ليه الامه طاعت؟ ليه الأمة تراجعت؟ لماذا؟ بسبب ضياع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تراجعت الأمة. هذا التراجع الرهيب. علشان كده الراجل قال له ولكن قومك قوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. علشان كده عايز إذا كنت مع صحبة سيئة مش ممكن تستقيم أبدا من غير ما تغير الصحبة بتاعتك. هتستقيم إزاي وأنت مصاحب فلان وعلان وتقعد طول النهار وليل تحششه على القهوة؟ هتستقيم إزاي حضرتك؟ هتستقيم إزاي حضرتك وأنت صحابك وكل اللي حواليك يهزونك إلى المعصية هزا؟ تستقيم ازاي؟ فلا بد من تغيير الصحبه. لا بد من ايه؟ بس يا اولاد لا بد من تغيير الصحبه، من صحبه سيئه الى صحبه صالحه. يعني ينفع واحد يبطل سجاير ويقول لاصحابه الدخان اللي قاعدين حواليه؟ طب ازاي ده؟ بس تضيع. يبقى لا بد من تغيير البيئه، تغيير الصحبه، تغيير الشله، علشان تستطيع ان تقاوم وتستطيع ان تتوب. ولذلك صاحبنا اعطانا درس من دروس المبادره الى الله عز وجل. الامام بتاعنا صلاه العشاء قال ففروا الى الله بسرعه، مفيش وقت، انجز. الله اعلم هنموت امتى، عمرك هيخلص امتى. علشان كده لما العالم قال له ولكن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. صاحبنا طلع عليه، طلع عبد العالم على فين؟ على البلد اللي هو قالوا عليه عشان يلقى صحبة صالحة يعبد الله عز وجل معهم. ولكن شاء الله عز وجل وقدر أن يأتيه الموت وهو في ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. الراجل طلع من البيت رايح على ارض الطاعه وهو في الطريق جاء الموت، فاختصم فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. ودي شيء عجيب والحديث في البخاري كما قلنا، ملائكة الرحمة جت وملائكة العذاب جت، دي من الأحداث الغريبة. قال ملائكة العذاب إنه لم يفعل خيرا قط، ما هو ملك الموت بيجي كل شغلته بس إن هو ينزع الروح، ينزع الروح ويسلمها بس، مش علاقة بها تاني. طيب يسلمها لمين؟ أنت وعملك بقى. تيجي لك ملائكة الرحمة كنت صالح، تيجي لك ملائكة العذاب كنت غير ذلك، نسأل الله العافية.
الراجل ده فيه الاثنين، طب مين هياخده؟ ولذلك قال الملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، قالت ملائكة الرحمة بل جاء إلى الله عز وجل مقبلا بقلبه إليه، فأرسل الله إليه ملكا ليحكم بينهما، فقال له قيسوا المسافة بين الأرضين، خلي بالك فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. أنت تبع مع أحد، يا ترى أنت أقرب لأهل الطاعة ولا أقرب لأهل المعصية؟ قلبك فين؟ قلبك فين؟ مع أهل الصلاح والتقى وفي بيوت الله، ولا مع الأفلام والمسلسلات والرقصات والمغنيات؟ أين قلبك؟ قال قيسوا المسافة بين الأرضين فإذا أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، قال عليه الصلاة والسلام فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، فأخذته ملائكة الرحمة وغفر الله له كل ذنوبه. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.